السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويكون ميد ترم كده سعيد عليكم ويعدي على خير ان شاء الله. انا مهندس محمد خالد، شغالين مع بعض الاوتوماتيك كنترول سيستم. فان شاء الله عايزين ناخد في الستيت سبيس، يعني لان احنا عارفين احنا عندنا جزء الترانسفير فانكشن وجزء الستيت سبيس. ففي الستيت سبيس كنا بدأنا في الديزاين واخدنا البول بليسمنت، والبول بليسمنت اللي هو بيتضمن الاستيت فيدباك. فعايزين نبص سريعا تاني ايه الموديفيكيشن اللي نعمله على الاستيت فيدباك عشان نحصل على ما يسمى بيه السيرفو تايب. طيب فلو بدأنا كده مع بعض كده نعدي على الكلام دوت. ممكن نعمل زومينج كده عشان الدنيا تبقى اظرف شوية. طيب احنا كنا اخدنا مع بعض كده في الاستيت فيدباك او البول بليسمنت بتاعنا ان احنا بنعمل ايه. جاست انا بيبقى عندي البول بتاعي مي بي مثلا عند ماينس 10 وماينس 5 وماينس 2، فبقول لك لا انا الديزاير دي بتاعي عنده مثلا عايزه مثلا عند ماينس 12 وماينس 15 وماينس 22. طب الكلام ده ليه؟ الكلام ده بيحسن البيهيفير بتاع الترانزيانت او بتاع الداينامكس، لكن ده ملوش اي علاقه خالص بالستيدي ستيت ايرور. طب ده عامل بالظبط كده زي ايه في الناحيه الثانيه؟ عامل مثلا زي البي اي دي كنترولر، اتفقنا ان الدريفتيف تيرمو بيعمل ايه وبيحسن البيهيفير، لكن بقى ملوش دعوه للسي ستيت ايرور، هو موجود هو قل هو زاد هو ما بيبصش في السي ستيت ايرور. طب الناحيه الثانيه بقى الانتجريتور بيعمل ايه؟ هو بيظبط السي ستيت ايرور، هو ده المين تارجت بتاعه. فاحنا نفس الكلام الستيت فيدباك بتاعنا اللي هو البول بليسمنت اللي احنا اخدناه، اللي احنا خلينا اليو بتاعنا هو عباره عن ماينس الكي في الاكس، هو ده بيمبروف الداينامكس بتاعت السيستم بس دون النظر للسي ستيت ايرور. طيب فكانت الستيت ايكويشن بتاعتنا ان الاكس دوت ايكوال اي اكس بلس البي يو، وان الواي بتساوي السي في الاكس. خلينا هنشوف ده الشكل ده بتاع السيرف تايب 1، بس سيبه دلوقتي مالناش دعوه بيه، عايزين نبص بس على الشكل الظريف ده. لو احنا عندنا سيستم عادي جدا هو عباره عن جي اوف اس، والجي اوف اس ده اي حاجه، مي بي مثلا هو عباره عن ترانسفير فانكشن، نجيب مثلا كده هنا ده مثلا عباره عن اي ترانسفير فانكشن اللي هي الجي اوف اس. فالجي اوف اس ديت هي داخل لها انبوت وخارج منها اوتبوت، ادي ده الاوتبوت بتاعها الواي، وادي هنا اهوت في سامنج بوينت، والسامنج بوينت دي عارفين ان في هنا بلس ده الريفرنس بتاعنا، وده في هنا ماينس ده الفيدباك بتاعنا. فبقول لك ان في هنا اهوت جين في الفيدباك وليكن مثلا هو عباره مثلا عن ربع، وانت بتاخد اكيد الميجرمنت بتاعتك من هنا، وده ماينس وده بلس. طيب حضرتك دلوقتي بتدخل الريفرنس، تخيل معايا انت مدخل ستيب، مدخل ستيب يعني مدخل واحد. طيب انت المفروض الاوتبوت بتاعك ده يطلع واحد. طب تعالى كده نجرب لو الاوتبوت ده وصل لواحد ايه اللي هيحصل؟ لو حضرتك خدت بالك هتلاقي ان هو اصلا دايما انا هنا بقيس ما يسمى بيه الايرور. فلو جيت بصيت هنا اهوت هلاقي ان الايرور هو عباره عن 1 ماينس ال 1 مضروب في الربع اللي هو ربع، فهلاقي الايرور بتاعي هنا عباره عن 3 اوفر 4. فكده السيستم مش هيقف هنا عند الواحد. طب السيستم بتاعي دوت هيحصل له ستابلايزيشن امتى ويبدا يقف؟ لما تكون الواي دي ايكوال 4، لان لما تكون الواي دي ايكوال 4 معنى كده ان 4 في ربع ايكوال 1 و1 ماينس 1 فالايرور يساوي 0 ويحصل له هنا ستابلايزيشن. معنى كده ان انا عندي هنا ستيدي ستيت ايرور ايكوال 3. 3 ده رقم كبير جدا لانه بيمثل 300% من الانبوت بتاعي. طيب لو حد عايز بقى يتغلب ما يعرفش يعني ايه اصلا كنترول، وبقول له على البروبلم دي بقول له اتغلب لي عليها، هيقول لي ايه؟ في حل بسيط جدا، ان انت تعالى عند الجين دوت، مش ده جين ايكوال ربع؟ اه تعالى عند نفس الجين ده حطه هنا. فلما تعمل الكلام دوت معنى كده ان الريفرنس بتاعي اللي هو واحد بقى مضروب في جين هنا هوت اللي هو عباره عن ربع، وده هنا هو الداخل بقى على السامنج بوينت، ونفس الكلام كله بالظبط. فتعالى كده نتريس، لما اخينا ده كان بواحد فالفاليو اللي هنا دي كانت بربع. طب ما ده دلوقتي لما كان بواحد هيتضرب في ربع، وهيبقى ربع ماينس ربع ايكوال زيرو، فلاقي السيستم بتاعي يحصل له ستابلايزيشن عند الرقم اللي هو بيساوي واحد، اللي هو معناه ايه؟ معناه ان انا عملت ستيت ستيت ايرور ايكوال زيرو. وخلي بالك بقى ان الكلام دوت كان برده موجود معانا في الناحيه الثانيه. في الناحيه الثانيه لما كنت بقول ان انا لو السيستم بتاعي تايب 1 ما بيبقاش فيه ستيت ستيت ايرور، بس كنا بنضيف جمله ثاني كده زياده ان لازم يكون عندي حاجه اسمها يونيتي فيدباك. فانت هنا فعلا انا بقول لك ان السيستم ده هو تايب 1. طب ليه السيستم ده تايب 1 وكان مطلع هنا ستيدي ستيت ايرور 300%؟ عشان هو اصلا مش يونيتي فيدباك. لكن لو السيستم دوت كان هو تايب 1 وما كانش فيه الجين ده كان يونيتي فيدباك، كان ايه اللي هيحصل؟ السيستم كان هيدخل له واحد هيخرج واحد والايرور يبقى بزيرو. لكن علشان السيستم ما بقاش يونيتي فيدباك، فالقواعد اللي احنا كنا عارفينها قبل كده اتغيرت،
ان انا دلوقتي عشان عايز اجيت اوفر المشكله ان هو في هنا هو نوت يونيتي فيدباك اللي هو مثلا اي رقم بقى ربع نص، فاعمل ايه؟ احط نفس الجين ده هنا اهو، يبقى انا كده تخلصت من هذه المشكله. نرجع بقى تاني، يبقى احنا هنا خلاص عرفنا ان ده كان السيستم بتاعنا. طيب احنا بقى عشان نعمل بقى السيرفو تايب 1 ده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نخلي الاوتبوت بتاعنا هو عباره عن سيرتن ستيت، هو عباره عن ستيت واحد. ستيت واحد يعني ايه؟ يعني انا عندي اكس 1 واكس 2 واكس 3، لو انا مثلا بتكلم عن اوردر 3 يبقى مفيش مشكله ان انا اخد ان الواي بتاعتي هي عباره عن اكس 1، يعني ممكن كده سيلكت ان الواي هي عباره عن الاكس 1 بتاعتنا ونكمل. فانا عارف ان اهوت ان المفروض اكس دوت ايكوال اي اكس بلس البي يو مطلع لي اكس 1 واكس 2 واكس 3، كل الكلام ده داخل على الايكويشن بتاعت الواي اللي هي الواي بتساوي سي اكس بلس الدي يو، وانا بقول لك ان احنا عاملين سيلكشن ان الواي ايكوال اكس 1. طيب ما انا عارف ان اليو اصلا دي هي عباره عن ايه؟ المفروض ان اليو دي هي عباره عن ماينس كي 1 في اكس 1 ماينس كي 2 في اكس 2 ماينس كي 3 في اكس 3. بس خد بالك بقى، يعني انت هتقول لي ان انت نازل حاجه، ان انا المفروض بما ان انا واخد ان اهوت ان الواي ايكوال اكس 1، يعني اقول ان الاكس 1 دي تتضرب هنا اهوت في جين اسمه كي 1. هقول لك لا، ما احنا لسه قايلين المشكله تحت ان انا لما باخد الفيدباك بتاعي ما بيبقاش يونيتي، ايه اللي بيحصل؟ ان انا بحتاج اضرب ان الريفرنس بتاعي يتضرب في نفس الجين ده، فانا ما عنديش مشكله اكتب ده كي 1 بس وي هاف تو نضيف هنا برضو كي 1 عشان ما يبقاش عندي مشكله، عشان يبقى اكنها يونيتي فيدباك. واحنا عارفين في السيجنالز ان انا لما اضيف هنا كي 1 واضيف هنا كي 1 معنى كده ان انا ممكن اشيل ده واشيل ده واحط مكانهم كي 1 هنا، لانه كده كده هو بياخد السيجنال اللي اسمها ار ماينس السيجنال اللي اسمها اكس 1 او الواي وهيضرب الاثنين في الكي، يعني في الاخر هنلاقي ان هي عباره عن الكي 1 مضروبه في الار ماينس الواي، هي هياها لما كانت الواي لوحدها مضروبه في الكي 1 والار لوحدها مضروبه في الكي 1. فده فعلا اللي احنا عملناه، يعني ده هنا اهوت ممكن ما يبقاش ليه لازمه خلاص نبدا نشيله، وده برده هنا هو ما يبقاش ليه لازمه خلاص نبدا نشيله، ونستعيد عن كل دوت بكي 1 موجوده هنا اهوت بعد السامنج بوينت بتاعتي. فالكلام ده لحد دلوقتي كده ظريف جدا ما فيهوش اي حاجه. كده احنا ايه كل اللي احنا بنقوله؟ ان احنا لما كنا بنعمل ستيت فيدباك ان انا باخد اكس 1 في كي 1 اكس 2 في كي 2 اكس 3 في كي 3 وكل ده بالنيجاتيف يخش على اليو، كل ده كان بيحسن بس الداينامكس الترانزيانت بيهيفير زي ما كنا بنتكلم هناك، بس ده ملوش علاقه بالستيت ستيت ايرور. فبص بقى لو سيستم عندي تايب 1 فاتفقنا خلاص هو قشطه وما فيش مشكله ان هو هيظبط لي الايرور بتاعي وهيخليه زيرو، بس لازم يبقى عندي يونيتي فيدباك. بس للاسف انت بتعمل حاجه اسمها ستيت فيدباك، يعني كل ستيت منهم لازم متاخده بفيدباك بجين، خلاص مفيش مشكله خلي ده يونيتي بس حط الجين بتاعك هنا اهوت، معنى كده ان الجين اتضرب هنا واتضرب هنا. طيب معنى كده يا شباب ان اليو بتاعتنا دلوقتي بقت عباره عن كام؟ ونركز بقى جدا بقى هنا ايه في الحته ديت، نعمل بس زوم اوت عشان نبقى شايفين الرسمه معانا. هنا اهوت خلاص اليو بتاعتنا دي بقت عباره عن كام؟ هي بقت عبارة عن إن الـ إكس واحد دي مش مضروبة هنا في حاجة، ولا دي هنا مضروبة في حاجة، أنا عايز أجيب اليو ده، اليو ده هو سميشن حاجة هنا هوت ماينس حاجة ماينس حاجة. طيب الحاجة اللي هنا هو دي هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن الواي والآر الاتنين مطروحين من بعض اللي هو عبارة عن آر ماينس الواي أو آر ماينس الإكس 1 مضروبة في الكي 1 اللي هي عبارة هي عن كي 1 في آر ماينس إكس 1، كل الكلام ده مطروح منه كي 2 في إكس 2 وكي 3 في إكس 3. فلو جينا بصينا هنا اهو هنلاقي ان اليو ايكوال ماينس 0 وكي 2 وكي 3 في اكس 1 واكس 2 واكس 3. حضرتك لو اخدت بالك احنا بس بنحاول نكتبها على الشكل اللي احنا عارفينه، الشكل اللي هو المتعارف عليه، الشكل المتعارف عليه ان هو كان عباره عن كي 1 كي 2 كي 3 بيتضرب في اكس 1 اكس 2 اكس 3 وكل الكلام ده بالماينس. فانا بكرر نفس الكلام ده بالظبط واحط ماينس، بس هنا الكي 1 ب 0 لان مفيش حاجه تتضرب هنا في اكس 1 وكي 2 كي 3 اكس 1 اكس 2 اكس 3 بلس الكي 1 في ار ماينس اكس 1. خد بالك اور الكلام ده ممكن يتكتب بطريقه ثانيه، ممكن يكتبها بطريقه اشيك شويه واحنا نعرفها. يبقى هاخد هنا اهوت ما انا عارف ان الكي 1 في الاكس 1 مضروبه هنا بالماينس، فاقول خلاص دي عباره عن ماينس كي 1 في كي 2 في كي 3 في اكس 1 اكس 2 اكس 3 بلس الكي 1 في الار. والكلام ده على فكره مش غريب، ما الكلام دوت اللي احنا لسه قايلين عليه ان انا لو ضفت هنا اهوت ان ده اسمه الكي 1 وان ده اسمه الكي 1 جين وحذفت اخينا ده خالص، فهلاقي ان دي بقت ستيت فيدباك عاديه جدا، ان في الاخر خالص ان اليو بتاعتي هي عباره عن ماينس كي 1 في اكس 1 ماينس كي 2 في اكس 2 ماينس كي 3 في اكس 3 بلس الحته ديت بلس ايه؟ بلس الار في الكي 1.
اهي هي عبارة عن ماينس الكي اكس، حيث ان الكي ده هو عبارة عن رو في الاخر، والاكس بتاعنا ده هو عبارة عن فيكتور، فيكتور فيه الاكس 1 اكس 2 اكس 3، ده اللي احنا اصلا كنا عارفينه في الستيت فيدباك، بلس الكي 1 في الار، بلس الكي 1 في الار دي، دي بقى اتضافت بقى عشان نعمل كومبنسيشن، ان انا ما عنديش دلوقتي يونت فيدباك، انا عندي فيدباك بالجين اسمه كي 1، اذا عشان اعمل كومبنسيشن للكلام دوت محتاج اضرب الانبوت بتاعي في نفس الجين اللي هو موجود في النون يونت فيدباك بس. فاظن الكلام كده واضح. طيب هنا بقى ده السيناريو بقى كله، ان انا دلوقتي عايز حاجه اسمها تايب 1. تايب 1 ده لما يكون البلانت بتاعي اصلا فيه انتجريتور، البلانت بتاعي فيه انتجريتور، فبقول ان هو عباره عن تايب 1. طيب خلي بالك بقى، الاول كنا بنعمل ايه؟ الاول كنت بقول ان الواي ايكوال السي في الاكس، والسي دوت هو عباره عن رو في مثلا 1 1 1 1 2 1 اي حاجه، والاكس ده هو فيكتور في اكس 1 واكس 2 واكس 3. فاول قبل كده كانت الواي هو عباره عن كومباينيشن من الستيتس، حتى اول توتوريال خالص كنا بنقول ان الواي ده عباره عن الجبريك ايكويشن بتحتوي على ايه؟ كومباينيشن من الستيتس. فحاليا بقى بدل ما بنعمل كده في التايب 1 instead of making the output combination of states، لا انا بخلي الاوتبوت بتاعنا هو a certain state، اللي هو في حالتنا دي كانت ان الواي ايكوال الاكس 1. فدي حاجه ظريفه جدا، بس عملت مشكله. عملت مشكله ايه؟ ان اليونتي فيدباك ما بقاش يونتي فيدباك، انا عايز اخليه بقى يونتي فيدباك. فعلشان كده الستيت دوت اللي هو الاوتبوت بتاعنا دوت will be multiplied by gain k داش، اللي هو في حالتنا دي كان عباره عن الكي 1. بس كل حاجة لازم تدفع بقى تمنها، فعشان تدفع تمنها لازم تضرب نفس الجين ده، تضربه في الريفرنس او في الار، فالريفرنس will be multiplied by the same gain اللي هو الكي داش، او اللي هو في حالتنا كان الكي 1. طب ده هيعمل لي ايه؟ ده هيبدأ يعمل لي elimination للستيت ستيت ايرور، وهو ده اصلا اللي انا بدور عليه او ده اللي انا عايزه. فلو اخدنا كده اكزامبل، مديني ماتريكس A، ماتريكس B، ماتريكس C، وبيقول لي ديزاين سيرفو تايب 1 ستيت فيدباك كنترولر ساتش ذات ان البولز بتوعك هم عباره عن اس 1 واس 2 واس 3 ماينس 2 بلس 4 جي ماينس 2 ماينس 4 جي وماينس 10. طيب عشان نعمل الكلام ده انا هعمل ايه؟ نفس اللي انا كنت بعمله قبل كده بالظبط. عايز تشتغل بالاكيرمن ماشي، عايز تشتغل بالتي ماتريكس ماشي. هنروح نتشيك الكنترولابيلتي، نجيب الديزايرد كاركترستيك ايكويشن، لو انت تشتغل بالتي ماتريكس فتجيب الاولد كاركترستيك ايكويشن، بعد كده تجيب التي ماتريكس نفسها، والتي ماتريكس منها تجيب الجين اللي هو الكي، وتاخد بالك بقى ان الكي ده بيطلع لك كي 1 وكي 2 وكي 3، وتبدا تعرف بقى مكانهم فين. انا عارف ان كي 2 وكي 3 بيتحطوا في اليونتي فيدباك، في الفيدباك مع الاكس 2 والاكس 3، لكن عارف ان الكي 1 ده بيتحط مع خارج الار ماينس الواي او الار ماينس الاكس 1، فده اللي احنا هنعمله بالظبط. فاول حاجه هتشيك الكنترولابيلتي اللي هو البي والاي بي والاي سكوير بي، على ان الكلام دوت الديترمنت بتاعه لا يساوي الزيرو، اذا هو كومبليتلي كنترولبل. ابدا اجيب الاولد كاركترستيك ايكويشن اللي هي الاس اي ماينس الاي ايكوال زيرو، هلاقي ان هي عباره عن اس كيوبد بلس 6 اس سكوير بلس 5 اس. لو حد اخد باله من الايكويشن دي، انت هنا ممكن تاخد اس از كومن فاكتور، واس از كومن فاكتور اذا دي اصلا اوريدي فيها انتجريتور، عشان احنا المسائل بتاعتنا تتقسم جزئين، ان البلانت نفسه هاز انتجريتور، وتاني حاجه ان البلانت اصلا ما فيهوش انتجريتور، فيو هاف تو ديزاين ذيس انتجريتور بقى. فاحنا عندنا هنا اهوت اللي هو اوريدي فيه انتجريتور، عرفت مين؟ عشان ممكن اخد هنا اس كومن فاكتور، يبقى هو السيستم بتاعنا تايب 1، بنربط بس الدنيا ببعضها. فمن هنا ممكن اجيب اي 1 واي 2 واي 3. افتكر ان الاي 1 هو الكوفيشنت بتاع تاني حاجه هنا اهوت اللي هو عباره عن 6، واي 2 هو 5، واي 3 اللي مش موجود اللي هو 0. بعد كده اجيب بقى الديزايرد كاركترستيك ايكويشن اللي هو عباره عن اس ماينس بي 1 اس ماينس بي 2 اس ماينس بي 3، فهتلاقي ان دي عباره عن اس بلس 2 ماينس 4 جي اس بلس 2 بلس 4 جي في اس بلس 10. اعمل المالتيبليكيشن ده ازاي؟ ممكن تعمل ان دي عباره عن الاس بلس 2 ماينس 4 جي واس بلس 2 بلس 4 جي، فدي عباره عن فرق بين مربعين، تضرب القوسين دول في بعض ماينس الاثنين دول في بعض، فالقوسين دول في بعض هيدوك اس سكوير بلس 4 اس بلس 4، ودول في بعض هيدوك بلس 16، يبقى الكلام ده عباره عن اس سكوير بلس 4 اس بلس 20. كل الكلام ده يتضرب في اس بلس 10، لما نعمل المالتيبليكيشن ده هيديني اس كيوب بلس 14 اس سكوير بلس 60 اس بلس 200. نبدا نجيب ايه؟ انا عارف ان الرقم ده هو الالفا 1 وده هو الالفا 2 وده هو الالفا 3. طيب بعد كده محتاج اجيب ايه؟ محتاج اجيب الكي. الكي بتاعتنا اللي هي عباره عن الفا 3 ماينس ماينس اي 3 الفا 2 ماينس اي 2 الفا 1 ماينس اي 1 في التي انفرس. خد بالك ان التي انفرس دي قلنا ان التي كانت بتساوي الام في الاوميجا، وتروح تحسب الاوميجا اللي هي عباره عن الاوف دياجونال ده او العكس الدياجونال كل وحايد، اللي هي كانت بتبقى عامله كده اهوت، ده هنا واحد واللي هنا واحد وهنا واحد،
واللي تحت ده كان بيبقى اصفار، وفوق كنت تقدر تحط هنا الاي 1 وهنا الاي 1، وبعد كده اللاست تيرم ده هو الاي 2، وتضربهم بعد كده في بعض، بعد كده تروح تجيب الانفرس بتاع التي. بس كان في بقى كده ملحوظه لازم تاخد بالك منها، ان لو الشكل بتاعنا كان على شكل الكنترولبل كانونيكال فورم كنا بنعمل ايه يا فندم؟ كنت بقول ان التي هو الايدنتي ماتريك على طول، هو الاي على طول، وانا عارف ان الاي هي الاي انفرس، هي الايدنتي برضه. طب ازاي بقى كنا بنعرف ان ده على شكل الكنترولبل كانونيكال فورم؟ كنت بقسم الشكل كده، بلاقي اول حاجه ان هنا صفار، بعد كده دي الاي ماتريكس، بعد كده دي كاركترستيك ايكويشن، وبالنسبه للبي كان بيبقى كلها صفار واخر ترم هو اللي بواحد، بالنسبه للسي العكس، اول ترم بواحد بعد كده صفار، او دي بقى كانت على حسب بقى بتبدا تشوف النيوميريتور بتاعك شكله عامل ازاي. بس اهم حاجه ان دي كلها صفار، اول واحد صفر، ثاني واحد صفر، واخر رقم هو اللي بواحد. ان دي هنا هو الرقم ده، الارقام دي كلها صفار، دي عباره عن 1001 الايدنتي او الاي، وبعد كده هنا كاركترستيك بقى، الارقام بتاعت الكاركترستيك ايكويشن، ودي هنا الارقام بتاعت النيوميريتور بس معكوس الاوردر بتاعها. فهنا هو ايه اللي انا كل اللي هستفاد منه؟ كل اللي هستفاد منه هنا هو ان انا هبدا اقول خلاص ان التي هنا هو ايكوال الاي، مش هحسبها. فمعنى كده ان التي ماتريكس هنا سهله جدا، هي عباره عن الالفات ماينس الايهات، فهي دي عباره عن 255 8. طب دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن الكي 1، ده عباره عن الكي 2، ده عباره عن الكي 3. فاللي كان مركز في اخر سيكشن خالص كنا اخدناه في الكليه، اللي احنا عملناه كنت بعمل السيستم بتاعي طبيعي جدا، اخد الاكس 1 اضربها في كي 1، اكس 2 في كي 2، اكس 3 في كي 3، وكل دول اديهم بالنيجاتيف مع السمر، وانا كده خلاص خلصت. المره دي بقى السيستم نفسه فيه انتجريتور، السيستم نفسه الفيدباك بتاعه هو مش يونيتي، اذا اللي انا عارفه ان الانتجريتور بيإليمينيت السيست ايرور ما بقاش متحقق، ناقص له شرط بس ان انا اخليه يونيتي فيدباك. خلاص هي دي مشكلتك؟ اه خليه يا عم يونيتي فيدباك، وخلي ده يونيتي ما فيهوش مشكله، والجيم بتاعك اكتبه هنا اهو، حطه هنا. يبقى دي كي واحد اتحطت هنا اهوت، بدل ما كانت الاول بتتحط هنا، لان اتفقنا لما كانت بتتحط هنا اهوت هتعمل لي ايه؟ تعمل لي مشكله، مش هتخلي السيستم بتاعي يوصل لزيرو ستيت ايرور. فالكي واحد دلوقتي بقى مكانها الطبيعي هنا اهو، او لو انت مش عايز تعملها كده مفيش مشكله، هنقوم حاطين هنا اهوت الجيم بتاعنا اللي هو ال 200. بس ما تنساش بقى ان انت محتاج تحط هنا اهو نفس الجيم برده اللي هو ال 200، وتدخل عليه هنا اهو الار، هي هي مش فارقه اي حاجه خالص. فدي الدنيا فيها بسيطة جدا جدا جدا. نبدأ نخش بقى على الديزاين بقى الحقيقي. الديزاين بقى الحقيقي بقى احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ For the systems without integrators. لو السيستم ما فيهوش انتجريتور، اذا انت حضرتك محتاج ايه؟ Your controller must have an integrator. حضرتك اللي لازم بقى تعمل الانتجريتور. الشكل الظريف ده المفروض كده كنا حاطين هنا زي ليجند هنا، ان القلم الازرق بيعبر عن ايه والاسود والاحمر. ما اظنش ان هو باين خالص في السوق. بس ماشي نتخيله مع بعض. احنا عارفين اول حاجة ان السيستم بتاعنا الطبيعي هو ده. حضرتك لو جيت بصيت على السيستم ده اللي هو عليه المربع ده، ده كان عبارة عن ايه؟ ان الاكس دوت عليه انتجريتور بيطلع لي اكس، والاكس هنا تتضرب في ايه عشان اعرف ان الاكس دوت ايكوال الاي اكس بلس البي يو، وبعد كده الواي بتتجاب ازاي؟ الاكس دي بتتضرب في السي. ده هنا السيستم الطبيعي اللي هو اكس دوت ايكوال الاي اكس بلس البي يو، والواي بتساوي السي في الاكس، ده الريبرزنتيشن الطبيعي جدا. طيب احنا عملنا ايه؟ يبقى ده البلو اللي هو كان مرسوم بالقلم الازرق ده، ده كان بيعبر عن الاوريجينال سيستم. بعد كده في هنا بالخط الاسود البلاك ده، البلاك ده عملنا ايه؟ ده اسمه ستيت فيدباك، ان انا اخدت من الستيتس هنا اهوت بفيدباك الكي وبالنيجاتيف ودخلتها على اليو. ده عمل لي ايه؟ ده حسن لي الترانزيانت، حسن لي الداينامكس. يعني بلاش بقى كلمه بقى ترانزيانت، ده الداينامكس بتاعت السيستم بقت عامله ازاي؟ اللي هو الستيت فيدباك. طيب بعد ما خلصت الستيت فيدباك وحسنت الداينامكس بتاعتي، انا كده محتاج اعمل ايه؟ بقول لك ان السيستم ده ما فيهوش انتجريتور، اذا يو هاف تو ديزاين ان انتجريتور. فهعمل ايه هنا اهوت؟ هبدا اخد الاوتبوت بتاعي بالماينس والريفرنس بالبلس. اللي طلع ده هو ايه؟ هو الايرور. طيب الايرور ده يا شباب انا عايز اجمعه، اكني في حاجه بتاكيميليت الايرور ده، لان كورسبوندنج الايرور ده هيطلع كنترول اكشن سريع عنيف يإليمينيت الايرور. طب مين اللي بيجمع؟ اللي بيجمع عندنا في الكنترول هو الانتجريتور. اذا هنا بحط انتجريتور، فالانتجريتور دوت بياخد الايرور وعمال يجمع الايرور، ويتضرب هنا في جين عشان يسرع شويه اسمه كي اي او كي انتجريتور، ويدخل كل الكلام ده بالبلس. فانت لو جيت بصيت دلوقتي على اليو اللي هي الكنترول اكشن، هيبقى عباره عن ماينس الكي في الاكس بلس الكي اي في الحته اللي جايه من هنا اللي هي اسمها ايرور. يبقى بقى عندي هنا كي اي في الزيتا. احنا هنا يا شباب هنسمي الايرور بتاعنا هو زيتا دوت، عشان لما اعمل له انتجريشن يطلع هنا حاجه اسمها زيتا. وخد بالك ان الزيتا معانا دي هتبقى a new state. say welcome بقى to زيتا كده، عشان دي معانا new states.
احنا عارفين الستس بتاعتنا كانت عباره عن اكس 1 اكس 2 اكس 3 لو السيستم بتاعنا ثيرد اوردر، اكس 1 اكس 2 لو احنا سكند اوردر. حاليا السيستم معاك لو انت بالديزاين سيرفو تايب 1 انت حضرتك هتويلكم ا نيو ستيت اللي هو اسمه زيتا. وزيتا ده بيعبر عن ايه؟ زيتا ده الانتجريشن بتاع الايرور. حضرتك بيخش لك هنا الايرور بتجمعه كله والريزلت بتاع التجميع ده هي دي الزيتا في الدريف في كي اي عشان بس تسرع السيستم شويه. يبقى هنا هو كل ما الايرور عمال يزيد كل ما التجميع عماله تزيد كل ما الكنترول اكشن بيزيد ويبقى عنيف اكتر عشان السيستم يحترم نفسه ويرجع تاني للسيت سيت بتاعه. فكده السيستم بتاعنا بقى اوريجينال سيستم، حسنا الترانزيانت او الداينامكس بتاعته فحطينا له ستيت فيدباك بالبول بليسمنت. عايزين نيليمينيت الستيت سيت ايرور فنعمل ايه؟ فنضيف له انتجريتور. فالانتجريتور بتاعنا هنا اهوت سينس ذا ايرور اكزيستس، طول ما الايرور لسه موجود الكنترول اكشن هينكريز هيبقى اعنف. فحاليا السيستم بتاعنا بقى عباره عن ايه؟ لو عملنا زوم اوت كده السيستم بتاعنا الطبيعي اكس دوت ايكوال اي اكس بلس البي يو والواي بتساوي السي في الاكس. طيب الكنترول اكشن اليو بتاعك ده بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن ماينس الكي في الستيتس ماينس كي اكس بلس الكي اي في الزيتا، ما فيهاش مشكله خالص. طيب هي الزيتا دوت دي اصلا هي عباره عن ايه؟ الزيتا دوت دي عباره عن الار ماينس الواي. طب والواي دي اصلا هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن السي في الاكس. فهم دول الاربع ايكويشنز اللي احنا بنقول عليهم ان هنا اهوت الاكس دوت ايكوال الاي اكس بلس البي يو والواي بتساوي السي في الاكس واليو بتساوي ماينس الكي في الاكس بلس الكي اي في الزيتا اللي هو الكي اي ده مضروب في الزيتا، والزيتا دوت دي عباره عن ار ماينس واي او هي عباره عن ار ماينس السي في الاكس. ناخد بالنا بقى من حاجه ظريفه جدا جدا جدا، احنا ليه اصلا عرفنا نيو ستيت اسمه زيتا؟ انت في الاخر خالص ايه التارجت بتاعك؟ التارجت بتاع حضرتك ان انت عايز ان الايرور في الاخر ايكوال زيرو، لان لو الايرور السي ستيت ايرور ايكوال زيرو معنى كده ان الاوتبوت بتاعي وصل للانبوت اكزاكتلي. طيب انا لو خدت اي ستيت الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 لما بوصل للستيدي ستيت معنى كده ان الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 ايه اللي حصل لهم؟ ان هم وصلوا للكونستانت فاليو. طيب لما يوصلوا للكونستانت فاليو يبقى الديفرنشيشن بتاعهم ايكوال كام؟ ايكوال زيرو، لان انا عارف ان تفاضل اي كونستانت بيساوي زيرو. يبقى حضرتك لما تعرف نيو ستيت اسمه زيتا يبقى انا عارف ان عندي الستيدي ستيت طالما السيستم بتاعي ستيبل مفيش اي واحد منهم هيروح لانفينيتي، فانا عارف ان الزيتا از ستيت هتروح لكونستانت فاليو، يبقى اكيد الديفرنشيشن بتاع الكونستانت فاليو هيروح لحاجه اسمها زيرو، وده اللي انا عايزه ان الايرور بتاعي هيوصل لزيرو. وهي دي الفلسفه بتاعت السيرفو تايب 1، ان انا بعرف نيو ستيت اسمه زيتا هيوصل لكونستانت فاليو، يبقى الديفرنشيشن بتاعه اللي هو اسمه زيتا دوت اللي هو في الحقيقه اسمه ايرور بيعبر عن ايرور هيوصل للزيرو. فده اللي احنا بنقوله هنا اهوت. خلي بالك ان ات ستيدي ستيت اول ستيتس ار كونستانت وزير ديفرنشيشن ار زيروز، وسنس ان الزيتا بتاعتنا دي اذا ستيت معانا اذا الزيتا دوت ويل جو تو زيرو ات الستيدي ستيت. تعالى بقى ليتس انتروديوس اور نيو سيستم، لان دلوقتي بقى عندنا نيو سيستم. النيو سيستم بتاعنا انا لسه قايل لك هنا فوق ان الاكس دوت والزيتا دوت دول عباره عن الديفرنشيشن بتوع الستيتس، وانا عارف ان انا كنت بكتب زمان ان اكس دوت يعني الديفرنشيشن بتاع الستيتس ايكوال ماتريكس اسمها ايه في اكس بلس ماتريكس اسمها بي في اليو، وبعد كده الاوتبوت ماتريكس الواي بتساوي السي في الاكس بلس الدي في اليو. طيب حاليا بقى يا شباب انا ما عنديش اكس دوت بس، لا ده انا عندي اكس دوت وزيتا دوت ايكوال ماتريكس جديده هي عباره عن اكس وزيتا. انا بعمل مابنج بس، بدل ما كان عندي اكس دوت بقى عندي اكس دوت وزيتا دوت، بدل ما كان عندي اكس بس بقى عندي اكس وزيتا. طيب بدل ما بقى كان عندي يو بس مضروبه في حاجه بقى عندي ار كمان مضروبه في حاجه، الار دي اللي هي ظهرت هنا. عايزين بقى نكون المعادلات دي على شكل الماتريسيز ديت. فانا عارف ان الاكس دوت من الشكل دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاي مضروبه في الاكس، ادي الاي مضروبه في الاكس، وزيرو مضروب في الزيتا لانها مالهاش علاقه بالزيتا. طب بالنسبه للزيتا دوت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الار ماينس السي اكس، يعني بالنسبه للزيتا دوت هي مش مضروبه في حاجه في الزيتا، فعشان الزيتا برضو هنا بزيرو، لكن مضروبه في الاكس مضروبه هنا هو بماينس سي، يبقى دي تتكتب ماينس سي وهنا زيرو. طيب بالنسبه للاكس دوت هل هي مضروبه في اليو؟ اه الاكس دوت مضروبه في اليو بحاجه اسمها بي ماتريكس، فتاخد هنا البي. طب هل الزيتا دوت مضروبه في اليو؟ ليه علاقه باليو؟ لا، يبقى هنا زيرو. بعد كده الار، هل الاكس دوت ليه علاقه بالار؟ الاجابه لا، يبقى زيرو. هل الزيتا دوت ليها علاقه بالار؟ الاجابه ايوه ليها علاقه بالار اهيت، حيث ان العلاقه هي واحد، اذا ده واحد مضروب في الار. طيب لو عايزين بقى نقارن الشكل الظريف ده بالشكل الازرف منه ده نعمل ايه؟ هقول لك ان ده هو عباره عن الديفرنشيشن بتاع الستيتس، ودي عباره عن الستيتس، ودي حاجه اسمها ايه هات، ايه الجديده بتاعتنا، ودي حاجه اسمها بي هات.
يبقى احنا دلوقتي يا شباب ايه كل اللي احنا هنعمله بقى جديد عشان اعمل ديزاين لسيرفو تايب 1؟ انا في الاخر عايز منك ايه؟ في الاخر المفروض تقول لي انت عايز مني ان اهو الكي اللي هي بتاعت الستيت والكي بتاعت الانتجريتور. طيب عشان اجيب الكي بتاعت الستيتس والكي بتاعت الانتجريتور هعمل ايه؟ هطبق نفس الكلام اللي قبل كده بالظبط، التي ماتريكس والاكيرمان هم الفكره، بس في حاجه واحده. ايه الحاجه الواحده بقى؟ ان انا بدل ما كان عندي ايه ماتريكس هو مدهاني، لا ده انا هجيب حاجه اسمها ايه هات. بدل ما كان عندي بي ماتريكس هو مدهاني، لا ده انا هجيب حاجه اسمها بي هات. فناخد بالنا بقى كده ان بقى عندنا الايه هات هي عباره عن ايه وماينس سي، واخر عمود دايما بيكون اصفار. اما البي هات هي عباره عن البي وتحتها صفر، وده هي اللي اسمها البي هات. في الستيت ستيت احنا اتفقنا ان الاكس دوت والزيتا دوت الاثنين هيروحوا للزيرو، وعارفين ان الواي عند الانفينيتي هيروح خلاص للار، هيبقى عندي الستيت ستيت ايرور ايكوال زيرو. طيب النيو سيستم بقى بتاعنا زي اللي احنا بنقول عليه هو، هيبقى عباره عن ايه هات وبي هات، وحضرتك هتروح تجيب الكي هات. بدل ما كنا زمان بيبقى عندنا الاي والبي وبنروح نجيب الكي، حاليا معانا ايه هات وبي هات وهنجيب الكي هات. طيب هي الكي هات دي بقى بتعبر عن ايه؟ صلي على النبي بقى كده وركز. انا عارف ان اليو بتاعتنا احنا وصلنا لها هنا فوق ان هي عباره عن ماينس الكي اكس بلس الكي اي زيتا، ولو انت ناسي ارجع بالفيديو مش هتطلع لك انا تاني فوق، خلاص مش مهم. يبقى اليو بتاعتنا ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره ان هو عن ماينس الكي في الاكس اهي بلس الكي اي في الزيتا، ادي ماينس الكي اكس بلس الكي اي في الزيتا. طيب احنا عايزين دلوقتي نعبر عن اليو دي زي زمان، احنا عارفين ان زمان اليو كانت عباره عن ماينس كي اكس، طب عايزين نعبر عنها زي زمان، اذا انا ممكن اخد ان هو ماينس كي هات عامل مشترك، اقول ان اليو هي عباره عن ماينس كي هات في الاكس والزيتا دوت، وده احنا هنعمله هنا اهو. ان انا عارف ان اليو هي عباره عن ماينس اكس بلس كي اي زيتا، ممكن اقول ان اليو هي عباره عن ماينس كي هات في اكس زيتا. وير خد بالك بقى ان الكي هات دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الكي ماينس الكي اي، عشان في هنا ماينس عامل مشترك. فالكي هات دي هي عباره عن الكي بتاعتنا اللي هي بتاعت الستيت فيدباك، يعني خد بالك ان دي كده بتاعت الستيت فيدباك، دي بتاعت الستيت فيدباك. اما الكي اي بتاعتنا دي هي الكي بتاعت الانتجريتور اللي انت حضرتك بتعمله ديزاين. يبقى انا ايه اللي كل اعمله؟ كل اللي انت هتعمله لو انت عارف ازاي بتعمل بول بليسمنت هتعمل نفس الكلام ده. اول خطوه بس تعرف لنا الاي هات بكام والبي هات بكام. اعرفه منين يا فندم؟ ما انا عارف ان هو ان الاي هات هو عباره عن اي وماينس سي وزيرو وزيرو، والبي هات هي عباره عن البي والزيرو. بعد كده اعمل ايه؟ ولا اي حاجه، تروح بقى تشيك الكنترولابيلتي بتاعتك، وبعد كده تشوف بقى الاولد كاركترستيك ايكويشن والديزايرد كاركترستيك ايكويشن والتي ماتريكس، وتجيب الكي هات. والكي هات دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره ان كلهم الكي بتاعت الستيت فيدباك، واخر رقم يعكس اشارته هو ده بتاع الكي بتاع الانتجريتور او اللي اسمه كي اي. ولكن في بس مشكله واحده. ايه المشكله الوحيده؟ تعال نشوفها في الستبس. الستبس انا هعمل ايه؟ انا هروح اتشيك الكنترولابيلتي، بس خد بالك انت بتجيب الام هات، لان انا هنا هو بشتغل بالبي هات، اي هات، بي هات، اي سكوير هات، بي هات. وعرفنا يعني ايه هات دي؟ يعني كل بي ليها ريبريزنتيشن مختلف، ليها شكل مختلف. فالبي هات هي عباره عن البي والزيرو. الاي هات هي عباره عن اي سي 00، البي هات عباره عن البي والزيرو. الاي سكوير هات بي هات هي عباره عن الاي هات في الاي هات في البي. طيب لو عايزين بقى ايه نظبط الكلام ده شويه، فتلاقي ان دي بي وزيرو زي ما هي، نضرب دول في بعض، دي عباره عن 2 في 2، ودي هنا اهوت عباره عن 2 في 1، فاللي هيطلع هيكون عباره عن 2 في 1. فلما تضرب هنا اهو الصف ده بده، ده هيديك اي بي، وبعد كده ده هيديك ماينس البي في السي. بعد كده لما تيجي تضرب دول مع بعض هيدوك اي سكوير بي ماينس سي اي بي. فالكلام هنا معقد شويه، خد بالك ان الاي دي عباره عن ماتريكس كامله، والبي دي عباره عن فيكتور، والسي دي عباره عن رو. طيب الكلام دوت لو انت اخدت بالك منه كده شويه وشويه رياضه بسيطه، هتلاقي ان انت ممكن تحول الماتريكس دي لتو ماتريسيز مضروبين في بعض. ركز كده، لو انا اخدت ان اهوت كومن فاكتور اي بي ماينس سي 0 وضربتها في دي 0 1 بي 0 اي بي 0، هو ده بيعبر عن ايه؟ لو حد واخد باله شويه هيقول لي اه دي الام ماتريكس العاديه بتاعتنا بتاعت زمان. ما انا عارف ان الام ماتريكس كانت عباره عن البي في الاي بي في الاي سكويرد بي وهكذا. طب دي اللي هي البي فور بين ديت، دي عباره عن ماتريكس جديده اسمها ايه؟ الاي العاديه مش الهات، وبي وماينس سي وزيرو. يبقى انا بدل ما اروح اتشيك الماتريكس المعقده ديت، ممكن اتشيك الاثنين ماتريكس دول. اصل لو البي فول رانك والام فول رانك يبقى اكيد ضربهم هيكون فول رانك. يبقى حضرتك في تعريف جديد ان انت تعرف الكنترولابيلتي، ان هي فولي كنترولابل كونيكال فورم، او هي فولي كنترولابل، اللي هو بقى ازاي؟ ان انت تروح تتشيك تو ماتريكس،
اول ماتريكس اسمها البي، وتاني ماتريكس اللي هي القديمه بتاعتنا اللي هي اسمها الام. الام دي بنجيبها ازاي؟ هي عباره عن بي اي بي بعد كده اي سكويرد بي. فانت لو حضرتك لو اخدت بالك من اهوت، والبي بتاعتنا عباره عن اي بي ماينس سي زيرو. فلو اخدت بالك من الاكزامبل ده، هنا بيديك اكزامبل بسيط جدا، هو عباره عن 2 في 2. بيقول لك ان الاي بتاعتك هي عباره عن 0 1 ماينس 7 ماينس 10، والبي 0 1 والسي 2 و4. بيقول لك ديزاين ستيت فيدباك كنترولر ويز ستيدي ستيت ايرور ايكوال 0. الله. والديزايرد بولز بتوعك ماينس 10 ماينس 15 ماينس 8. اول سؤال هنا هو المفروض الناس تسال نفسها، هو ازاي مديني 3 بولز مع ان السيستم اوردر 2؟ المفروض حد بقى يجاوب. اصل المفروض ان حضرتك هتلاقي ان السيستم دوت ما فيهوش انتجريتور، وانت عايز توصل للسي ست ايرور ايكوال 0، اذا حضرتك هتضيف بول، حضرتك هتعلي الاوردر بتاع السيستم، هتعلي التايب بتاع السيستم، هتضيف انتجريتور، فانت السيستم بتاعك هيبقى عباره عن ثيرد اوردر مش سكند اوردر، وهو ده الاجابه. طيب حاليا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين اول حاجه نجيب الاي هات والبي هات. فاتفقنا ان الاي هات بتاعتنا اول حاجه عشان نجيب الاي هات، وبعد كده نجيب البي هات، وبعد كده نروح نحسب ما يسمى ب الكي هات. طيب الاي هات بتاعتنا كانت الاي اللي هتلاقي مع حضرتك مكتوبه هنا اهوت، ادي دي الاي، وتحتها كان السي، فهتلاقي ان هو ده السي، واخر عمود ده كان صفار، فده فعلا اخر عمود اهو صفار. طيب البي هات كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن البي نفسها وتحتيها صفر، ادي البي نفسها اللي هي 0 1 وتحتيها صفر. فانا كده جبت الاي هات وجبت البي هات. الام بقى نجيبها ازاي؟ اول حاجه انت لازم تتشيك ان الام هات الديترمنت بتاعها لا يساوي 0، عشان اقول ان هي كومبليتلي كنترولبل. طب عشان نتشيك ان الام هات دي الديترمنت بتاعها لا يساوي 0، محتاجه تشيك الام لوحدها الديترمنت بتاعها لا يساوي 0، وتشيك البي لوحدها ان الديترمنت بتاعها لا يساوي 0. الاثنين دول المفروض ما يساويش الزيرو. طيب الكلام ده المفروض نعمله ازاي؟ اول حاجه الام سهله، احنا عارفين بقى ان الام بتتعمل ازاي. اول حاجه بقول ان هي عباره عن البي اللي هي عباره عن 0 1، بعد كده دي عباره عن البي اي بي اي سكوير لحد بي اي ان ماينس 1، وانا هنا اهوت عندي اوردر 2، فهي دي ما فيهاش غير حاجه واحده اللي هي عباره عن البي، وبعد كده دي الاي بي. فدي لما نعملها نلاقي ان هي الديترمنت بتاعها لا يساوي 0. بعد كده تشيك بقى البي ماتريكس اللي هي عباره عن اي وبي وماينس سي و0. فلما نيجي نجيبها ونجيب الديترمنت بتاعها يطلع ان هو ماينس 2 نوت ايكوال 0، اذا دي عباره عن كومبليتلي كنترولبل. فانا اول حاجه عملت اللي تشيك الكنترولبيلتي، هيكون بس اطول خطوه واحده، ان انت بدل ما كنت بتحسب ام ماتريكس بس، لا تحسب ام ماتريكس تحسب بي ماتريكس. طيب تاني خطوه المفروض هي ايه؟ هنا هشتغل بالاكيرمان. الاكيرمان هو عباره عن ان الكي ايكوال 0 0 1 لانه بقى ثيرد اوردر. ليه بقى ثيرد اوردر؟ عشان انت حضرتك اصلا خلاص ضفت انتجريتور في الام هات انفرس فاي اوف اي. طب الفاي دي كنا بنجيبها ازاي؟ كنا بنجيب الديزايرد كاركترستيك ايكويشن ونعوض عن كل اس بالاي، فالديزايرد هو اس بلس 10 في اس بلس 15 في اس بلس 8، نضرب الاثنين دول في بعض اس سكوير بلس 25 اس بلس 150 في اس بلس 8، نضرب دول برضو في بعض اس كيوبد بلس 33 اس سكوير بلس 350 اس بلس 1200. خد بالك حاليا عايزين نجيب ايه؟ نجيب الفاي اوف اي، او الفاي بقى اوف اي هات. يبقى حضرتك عشان تعمل بقى الكلام ده محتاج بقى تشيل كل اس وتقوم حاطط مكانها الاي هات اللي حضرتك لسه جايبها. فهتبدا تشيل كل اس وتحط مكانها الاي هات، طبعا على الكالكوليتر الكلام دوت هيطلع لنا الفاي اوف اي بالماتريكس الظريفه ديت. طيب حاليا احنا عايزين نجيب بقى الكي، فالكي عباره عن 0 0 1 في الام هات انفرس. والام هات دي اجيبها ازاي؟ ما انا عارف بقى ان الام هات بتاعتنا ديت كانت عباره عن البي في الام، والام دي اللي هي عباره بقى عن بي واي بي واي بي سكوير، اما البي بتاعتنا ديت اللي هي بقى كانت عباره عن الاي والبي والماينس سي والزيرو، فالاثنين دول نعرف نحسبهم وبعد كده نجيب الانفرس بتاعها. فدي عباره عن 0 0 1 ده اللي هو الثابت، بعد كده في الام هات انفرس اللي هي دي عباره عن الام هات انفرس، ودي عباره عن البي. طيب جبنا الكي طلعت لنا بالثلاث ارقام دول. دول بقى يا فندم ما بيعبروا لك عن ايه؟ اخر رقم ده اعكس اشارته، لان ده بيساوي ماينس الكي اي، فتعكس اشارته هو ده الكي بتاع الانتجريتور. اما كل دول هم عباره عن الكي بتوع الستيت فيدباك الكي العاديه. فده بقى اللي حصل،
ان احنا قلنا ان الثلاث ارقام دول ده عباره عن كي 1 وده كي 2 ده ماينس الكي اي، فالكي بتاعتنا هو اول رقمين اما الكي اي هو اخر رقم ويعكس الاشاره بتاعته. حضرتك بقى لو هتكمل بقى جميلك فهترسم لنا الشكل الظريف ده، ان ده هو عباره عن السيستم، ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده ان الحته دي بس كده هي السيستم. حضرتك بعد كده بتعمل ايه؟ حضرتك بعد كده ضفت لنا هنا الكي اللي هو كان عباره عن رقم هنا هو مضروب في الاكس 1 ورقم هنا مضروب في الاكس 2، لان انا عندي هنا 2 ستيتس لان السيستم اصلا اوردر 2، فده هنا 2 ستيتس فالاثنين ستيتس ده الجين الاولاني وده الجين الثاني. بعد كده خدت دوت الواي طرحت منه الار طلعت ما يسمى بيه الزيتا دوت، دخلتها على انتجريتور طلعت ما يسمى بيه الزيتا، ضربتها في الكي اي اللي هو في حالتنا بيساوي 600 ودخلتها هنا بالبوستر. اظن هو ده الكلام كله اللي موجود في الديزاين بتاع السيرفو تايب 1، سواء بقى الحالتين سواء البلانت بتاعي انكلود الانتجريتور، فلو البلانت بتاعي نفسه فيه انتجريتور انا ما بعملش اي حاجه جديده، انا كل بس اللي بعمله جديد ان انا بشوف بس ان الشكل هنا اهوت ان الفيدباك بتاعي بقى فيه هنا اهوت الكي 2 مع الاكس 2 والكي 3 مع الاكس 3، اما الاكس 1 كنت باخدها هي الاوتبوت، فالاوتبوت ده كان بيساوي اكس 1 وباخده بيونتي فيدباك. طب وايه بقى المقابل؟ ان انا ما بضربش الجين ده هنا لان انا لو ضربته هنا محتاج اضربه كمان في الانبوت، يعني بستعيد عن الاثنين دول، وكنت بحط الجين بتاعي فين؟ بحطه هنا في الفورورد بتاعي. طب لو السيستم بتاعي بقى ما فيهوش انتجريتور فانا محتاج اضيف له انتجريتور. محتاج اضيف له انتجريتور يعني ايه؟ يعني بعد ما اخلص الستيت فيدباك بتاعي اخد الايرور ده وادخله على الانتجريتور. ليه؟ عشان الانتجريتور ده بيقعد يجمع، وبما انه بيجمع الايرور يعني بيديني كنترول اكشن اكبر، فيبدا السيستم بتاعي يروح ان هو يخلي الستيت ستيت ايرور ايكوال زيرو. ايه كل الاختلاف؟ كل الاختلاف ان انا بجيب حاجه اسمها اي هات، بجيب حاجه اسمها بي هات، بحسب حاجه اسمها كي هات. الاي هات بتتجاب ازاي؟ هي عباره عن الاي وتحتها بتكتب السي واخر عمود بيكون اصفار. البي هات هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن البي نفسها وتحتها صفر. طب الكي هات اللي انت بتجيبها دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الكي بتاعت الستيت فيدباك العاديه، لكن اخر رقم بس يبقى عباره عن الكي بتاعت الانتجريتور، جاست بس هتغير الاشاره بتاعته. شكرا جدا، واتمنى تكون السيشن خفيفه، ولو حد عنده اي سؤال يقدر يتواصل معايا في اي وقت عن طريق اي حاجه بقى، عن طريق الميل، عن طريق الموبايل، اي حاجه، عن طريق الاوفيس اورز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.